خبراء بيشوفوا ان الرد والانتقام الامريكي على الهجوم الياباني اللي حصل في قاعدة بيرل هاربر، امريكا قامت بقصف اليابان بالاسلحة النووية، لكن الرد ده كان جه متأخر بعد تقريبا 3 سنين من الهجوم الياباني. الرئيس الامريكي هاري ترومان امر واصدر قرار بقصف مدينة هيروشيما، ده كان في 27 من شعبان سنة 1364 هجريا موافق 6 أغسطس 1945. القصف كان بالقنبلة الذرية واللي أطلق عليها ساعتها مسمى الولد الصغير، ده كان المسمى اللي أطلق عليها في الإعلام الأمريكي. وبعد 3 أيام حصل قصف تاني لمدينة يابانية، مدينة ناجازاكي، بقنبلة تانية سميت في الإعلام بالرجل البدين. عشان في اللحظة دي التاريخ الإنساني بيسجل ولأول مرة والأخيرة لحد دلوقتي استخدام الأسلحة الذرية في قصف المدن خلال الحرب. تم تدمير المدينتين واتقتل مئات الآلاف من اليابانيين، ولسه لحد دلوقتي آثار القصف ده موجود حد الآن. رجل الاستخبارات الأمريكي المخضرم مارك الوينثال بيقول إن قيام اليابان بالهجوم على قاعدة بيرل هاربر سنة 1941 كانت دي نقطة التحول في السياسة الأمريكية، لأنها كانت أخفقت في اتخاذ الاحتياطات اللازمة عشان تتجنب الضربة اليابانية. فأمريكا خدت قرار بتأسيس المخابرات المركزية الأمريكية سنة 1947، وكان الهجوم ده هو البداية اللي انتهى لاحتلال الولايات المتحدة لليابان، وتغير النظام السياسي وبدأت أمريكا ببناء القواعد العسكرية على أرض اليابان. الحدث كان من الأحداث التاريخية الكبيرة جدا، وملامح الوقائع بتاعته كانت على مرأى ومسمع من الجمهور العام في كل مكان. الأفلام المصورة للاعتداء الياباني لسه بتعرض على الشاشات،